معانا على الهاتف الأستاذ ميلاد حنا، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم وأحد المشرفين على صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. مساء الخير أستاذ ميلاد. مساء النور، وأهلا بحضرتك والمشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ ميلاد. الحقيقة طبعا بداية بنهني بأنه يعني أولى ندوات الصالون كانت ندوة مهمة، وكان فيها كلمات مهمة من شخصيات مهمة، ربما أنها تحط لنا بعض يعني تجيب على بعض علامات الاستفهام أو تساعدنا للتعامل مع بعض المشكلات الخاصة في ملف التعليم. خلينا ناخد من حضرتك، ليه المركز عمل هذا الصالون وأهمية هذا الصالون؟ خليني أول أبارك لنيابة الأنباء أرمية على هذا الصالون المهم وانطلاقه الأول بالمناقشة القضايا المجتمعية والوطنية. الصالون كان بيستهدف يبقى منصة فريدة لتبادل الأفكار والتفاعل الثقافي، ودائما من الدور اللي بيعمله المركز الثقافي، فكان بالنسبة لنا عايزين نبدأ بموضوع قوي ومهم والناس بتتكلم عنه، فكان بالنسبة لنا احنا لسه بادئين في الدراسة، فكان بالنسبة لنا كان التعليم، فعشان نقدر نوصل لتعزيز الوعي المجتمعي الفكري عند الناس، فكان دي بالنسبة لنا احنا اخترنا للتعليم الى اين وصلنا لفين، بمشاهدة طبعا شخصية كبيرة زي الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي والتربوي، والكاتبة الصحفية أمينة خير المتخصصة في قضايا التعليم ومستشار وزير التعليم الأسبق، فطبعا بإدارة الصالون للكاتب الكبير هاني لبيب صاحب مبتدأ، وحضور نخبة كبيرة. كان عشان كده احنا اخترنا موضوع يهم كل الناس، واعتقد الموضوع النهاردة طلعنا بتوصيات كويسة قوي، يمكن الناس لما تتابع بعد كده لما نبتدي نعرضه ونبتدي ننشره هيشوفوا أهمية إزاي الصالون ده قادر يوصل لناقش قضية وقادر يوصل لفكرة وحلها. أستاذ ميلاد، هو ينفع تغششنا في مساء الخير إيه الجديد؟ يعني إيه الصالون القادم هيكون عن إيه؟ خلينا أقول الأول اللي إحنا كنا بنستهدف اللي إحنا نكون منصة للحوار الثقافي والفكر الفكر البناء، بيجمع طبعا شركاء المجتمع للتفاعل مع الاستثمار في بناء الوطن، وطبعا بنوفر مساحه تفاعليه بين اطياف كثيره جدا بنقدر نجيبهم. يعني احنا النهارده مثلا كان عندنا مجلس اعضاء مجلس نواب ودكاتره ومستشارين كقانون وصحفيين واعلاميين، فاذا احنا قدرنا نجمع فئات مختلفه. اتفقنا ان احنا نطلع دايما كده، خلي عشان حتى نرسخ عند القارئ المشاهد والقارئ فينا اللي احنا عندنا صالون هيبقى الحد الاخير من كل اول شهر. هيبقى صالون كبير بيناقش قضيه كبيره، وان شاء الله تبقى القضيه اللي جايه تبقى بتهم الناس واللي بعدها تبقى بتهم الناس. كل شهر عندنا كل الحد الاخير من كل شهر هيقدروا يبقوا يلاقوا في المركز الثقافي قضية تهمهم وتمس تمس اهتماماتهم وتمس المجتمع بالظبط. وبرضك احنا ما نسيناش الجزء الثاني بالنسبه لنا اللي هو المعرفه الثقافيه، فقررنا نعمل اللي احنا الحد التاني من كل شهر هتبقى صالون او مش صالون، قدامنا دول ندوه اسمها كاتب وكتاب. هنقدر برضو نجيب كتاب سواء كتاب حديث او كتاب مثير عامل جدل وبنناقشه. طب ده كده حضرتك غششتنا خبر مهم جدا، لانه الفكره شديده الرقي، وانه احنا بنرجع تاني نشجع الناس على القراءه، ومش بس ان احنا نقرا كتاب ويتضاف لما قراناه، لكن كمان نناقشه ونناقش افكاره ونشوف ايه اللي ممكن يعني نستفيد منه. ودي حاجة يعني أنا بحيي هذه الفكرة، لأنها الاهتمام بالقراءة خاصة في هذا الزمن اللي أصبحت القراءة فيه يعني بعيدة شوية عن اهتمامات الناس أمر شديد الأهمية. فأنا بشكر حضرتك على هذا ده هيبقى الحد الثاني من كل شهر. الحد الثاني من كل شهر احنا بنستهدف هنا رفع المستوى الوعي الثقافي عند الناس، وهيبقى الكتاب اللي احنا بنجيبه والصاحب الكتاب المؤلف الكاتب هيبقى برضو من الناس اللي هي ليها وزنها في الدولة، كتاب مؤثر واللي كاتب يعني أسلوبه معروف بالنسبة للناس. احنا الحمد لله اللي احنا بنتولد كصالون كبير، واتمنى اللي احنا نستمر على ده بدعم الناس
واللي حد لو لي اي حد بعد ما يشوف الصالون عنده اي مقترحات يقدر يراسل القناه ويراسل المركز. واحنا كل هدفنا ان احنا نخدم الناس ونقدر نوصل لحاجه تخدم الوطن كله. انا بشكر حضرتك جدا استاذ ميلاد حنا، مساعد رئيس تحرير المصري اليوم واحد المشرفين على صالون المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي.